تكفى اقرا المحاور وتابع معنا قبل تجي ابو حزام، انا طالبك طلبه بس. هو حذف الواتساب عنده بس والله انه مو معنا اليوم من دخلت مضغوط بيتنا اقسم بالله اني يا الربع صدق تعشيت عشان ثقيل يقول لا يقول انت جاهز للفقره طبعا وجه الفقره وشربت لبن ولا عاد انت لكن اي والله لعله بس المراوح مضغوط بيتنا ما مضغوط بيتنا من مضغوط ما تبي اقول مضغوط بيتنا لانه من مضغوط بيتنا من جمال لكن والله الجوال الجوال اذا ما تخلص منه اذا ما تخلص بطريقه رسميه طريقه رسميه ولا المشكله الرسميه هي اللي سمحت احنا يا ابو حزام نتكلم عن اثر السلبي للجوال معهم يا اخي يا اسود لا في الالعاب معهم والله انا معهم يا اخي خنقتني خلي معهم انا ما عندي ان شاء الله كل واحد معه 4000 جوال طيب. انا اتكلم سماح الجوال من ابشر بي كل اسبوع لماذا جاوب ليش ان كنت صادق تقول ابشر بي الاسبوع الجاي عط نايف ثامر 20000 نقطه ليش عطه ليش ان كنت كل اسبوع تطلب الجوالات خلاص عندي عبد الواحد فقدت عبد الواحد اتمنى اخرج الاسبوع الجاي اطلع طيب. عبد الواحد فكر انهار معنا نايف في الكونفشن روم نايف اليامي كيف جاء هو معنا حياك الله نايف الله يبقيك سلام عليكم اعزائي النقاد على الراس والعين نعتذر على التاخير عليك يا نايف يا رجال معذور وكلامكم زين امس كان في فقره خبايا صار حدث وكنا لازم انه نتوقف عنده نايف حصل على خبيئه او خبيه يسمونها هذه الخبيه انه يحقق نايف انه يخصم من احد المتسابقين صحيح نعم ونايف خصم على في البدايه على سالم جديع نعم خلينا نشوف المقطع انا وياك والمشاهد الكريم ونرجع توكل شوف المقطع يا جماعه مقطع 13 ونرجع لكم اتمنى انه يكون 13 لانه مقطعين بس اتمنى انه يكون 13 4000 4000 يخصم يخصم 4000 4000 نقطة من حقك وكنترول عطانا الاذن هلا سالم ابو سالم لا سالم جديع لا سالم جديع برا برا المنافسة اليوم سالم ربي ينقذ لبي ارجع خلاص ارجع عجيل خلنا نسمع لا اله الا الله صل على النبي مرحبا ام سالم انا بس انا كنت عندي عمل عمل ايش؟ يعني تبغى تخصم عليك عمل عمل شارة هنا ليك شارة انت روح حق العمل قول يسلم عليك سعد يقول عطني النقاط حقت سعد انا ما عندي شيء والله والله اني طالع من والله ودي اسال مخدم اخدمك يا ولد عمي طيب انا كنت اتمنى تختمون المقطع وتكملون المقطع لنهايته ما كنت ابيكم تجتزونه لان الخاتمه كانت رساله من سعد القحطاني لسالم جديع ما بقول يرجع المشاهد يشوفها ابغى اسمع انا ها القاع الجروب لا ما ابغى المقطع الثاني هذه البدايه هي نايف انت خصمت على سالم صحيح نعم طال عمرك كان الخصم موجه لسالم طيب الفكره انك حصلت على خبيه وخصمت على سالم جديع صحيح نعم وانت بتخصم على سالم لانه جاي متاخر وقلت انت انا بخصم على سالم اولا اذا سمحت لي طال عمرك حضره سموك الكريم اني ابرر لك الامر في خلال ما يحتاج تبرير سؤالي واضح أبشر. نايف انت خصمت على سالم صح نعم نقطه اخر السطر وقف خلينا نجي فهد وقف مقطع تكفى بشرح لكم واشرح للمشاهد طبعا الفكره سعد مو فاهمها سعد القحطاني مو فاهم فكره المسابقه او انه ما جهز بشكل كامل الدليل رقم واحد كان في فوضى كبيره كان في بدايه الحلقه انه سعد خصم اول شيء قال يا نايف يحق لك خصم كم 4000 صح نعم وقال الاعداد سمح لي صح نعم ثم جاء سالم جديع وقلت انت بخصم على سالم جديع كم 4000 ومش الموضوع بعدين جاء سعد قال سالم جديع ما تخصم عليه متاخر لان هو اصلا قال اللي متاخر ما يدخل اي قال متاخر روح يا ولد عمي الله يستر عليك يا ولد عمي لا ما قال ولد عمي لا تحطها كذا انت وجه طيب عدول المقطع يا شباب احنا يا حبيبي انا ما اسالك انا اعطي معلومه عدول المقطع للاخير عشان نثبت النايف ما يسمع مشكله اعطوني مقطع سعد اللي قبل شويه يا جماعه اعطوني اخر لقطه فيه اعطوني اياه اخر كم تخصم ابغى اخصم ايه كم 4000 4000 نعم 4000 يخصم يخصم 4000 4000 نقطه من حقك نعم. وكنترول عطانا الاذن هلا سالم ابغى اخصم لا سالم جديع برا المنافسه اليوم سالم ربي ينقذ لبي ارجع خلاص ارجع عجيل خلنا نسمع لا اله الا الله صل على النبي مرحبا ام سلمة انا كنت
يعني تبغى خصم عليك عمل عمل شاره هنا لك شاره انت روح حق العمل قول يسلم عليك سعد يقول عطني النقاط حقت سعد انا ما عندي شيء والله والله اني طالع من والله ودي اسلم اخدم اخدمك يا ولد عمي كم تخصم ابغى اخصم ايه كم 4000 4000 مو بواضح في المقطع لكن هو قاله في الختام عموما ما ودنا نوقف عند النقطة هذه لا لا سمعت سمعت نعم نعم سالم سالم مش نقاش يا سالم طيب سالم الله يهديك مو محورنا الحين لا بسمعك اياها انا بعطيك اياها اذا بتاخذ المحاور سالم نعطيك اياها لا لا معليش يا ناصر طيب بس انا عشان ادري نايف احنا نسمع طيب نجي نايف الان النقطة اسمع يا ابو حزام النقطة الأولى انه سعد قال لك اخصم على سالم ثم رفض بعدين قال لك حق 4000 بعدين ايش صارت؟ صارت 2000 قال مو الاعداد كان موافق ثم قال الاعداد رفض نعم. صارت 2000 ثم انت حولت الخصم على نايف ثامن نعم. صحيح نعم تمام الجديد في الموضوع او الاضافه ان سالم جديع سعد قال ممنوع من الفقره وانه لا يحق لك الخصم خلينا نشوف المقطع ذا هل سالم جديع فعلا كان ممنوع من الحلقه ولا كان مثل ما كان في ختام المقطع اللي قبل شوي اللي سالم حزام ما سمعه ولا سمع نايف نرجع للمقطع ونرجع لكم اعطونا المقطع رقم 14 بعلم علم عبد الله الراجل بعلمك حاجه دعيني بالاسم سالم صل على النبي انت وش كان جلوسك برا في الاستوديو ليش الاستوديو تجلس عبد الله الراجح قال لي روح الاستوديو ليش الاستوديو عبد الله الراجح عبد الله الراجح نعم اسمع كنترول هل انت اللي سمحت له بالجلوس يا عبد الله اجلس خلني اجلس هو اللي سمح له سمح له اي والله سالم سمح لعبد الراجح سالم جديع تفضل يا سالم هذا الموضوع كاملا الان السؤال يا نايف هل انت فعلا كنت بتخصم على سالم جديع للامانه قد حصلت مشكله وانتم تدرون بها من اول عن موضوع الخصميات والكلام هذا وقدني احاول اني ابتعد من السوالف ذي السوالف ايش سوالف ان اذا جيت زميلي وقلت انا باخذ منك نقطه يشتري حربي حتى لو انه مقرب لي خلنا نكون صادقين كل شخص يتمنى النقاط طيب ولكن انا اخترت سالم جديع اول شيء بيني وبينه ضحك للامانه وانا ادري انه بيجي وجه نكبه وبياخذ النقاط من عندي للامانه يعني سالم جديع كان جاي في وانا بيني وبينه مزح واخترته قلت ده ميده فقال ابو سعد الله يعطيه العافيه وهو والله ونعم قال هذا متاخر قلت خلاص حول الخصم على نايف ثامر نايف ثامر كان يشير لي يقول لا تجيني واخترته هو ليش تختاره قام يشر كذا يقول لك عارف ان خويك بعد انه معرض للخصم وفي ازمه ويبغى يوفر نقاط وتصفر العداد واموره طيبه تصفر العداد كيف يعني ما ادري يقول متصفر العداد ها كل الرصيد تراكم في برنامج وانت عشان تصفر العداد تبي تنكبه مره ثانيه تصفر العداد وقف لا دقيقه خلنا لنفترض جدلا فهد لنفترض جدلا ان تصفر العداد انت بتدخله براي مره ثانيه تبي غادر لا ما بيها غاد لكن أدري بيجي وجه نكبة مثل ما قلت بيطير النقاط اللي أنا ما أخذها طيب أنا عندي تعليق غلط خالي غلط اللي قالها عيد غلط كيف يتصفر الآن دي عارف حمد دقيقة غلط طيب إحنا نتناقش أنا غلط أنت خلنا الحين نخلص يعني الآن لأن يعني الآن 40,000 راحت يعني زود 700,000 إذا صار أي شيء بعدين يدخل براحة الأسبوع إيه بس تبقى في النهائي تصفر تبقى في النهائي ما عندي معلومة تبقى في النهائي في الأسبوع تصفر يا شيخ اللي فايدة دائم هذا حنا لا مو دائما على برامجنا كلها لا غير صحيح لا كل أسبوع تصفر ويبقى في النهائي والله طيب خلونا في محور نايف والله هذا يا سيادة الواقع أنا بالنسبة لي شوف أنا أرى أنه سعد استعجل في حاجة واحدة سعد عنده مشكلة في التواصل مع الكنترول فقط لا غير أما عن سالفة سالم جديع وبضبطه ما ضبطه لا لانه كان بامكانك في اول ما يدخل سالم جديع تاخرت اعداد يعطيكم العافيه سالم عندكم كان في عيد سجل اشاره تفضل يا سالم انت الموضوع قفل عليه اخصم عليه يا نايف بس مساله لا خش ثم يلا ضبطتك ثم يرجع مره ثانيه ويخش المسابقه بعد ما تواصل مع الاربيز بشكل واضح وصريح وجاد انحلت المشكله ايش يمنع اني اخصم عليه حتى لو ما كان مشارك في المسابقه ليش الاستدلال ما في اليه فقره لا الآلية فقرة عليه كل مقدم له الحقية أنه يرى الآلية المناسبة له عشان متسابق ما يتأخر عليه يعني لا تلومني علي أنا خصم مش ما بعطيه رصيد المفترض أن الخصم الأولوية للي ما حضر الفقرة كعقاب له أما أنك أنت لأنه ما حضر الفقرة بس تثريه عشان ما يخصم منه أجل أنا يا علي فقرة خبايا ما تعني لي شيء ما راح أحضرها أنا لو متسابق ما راح أحضر فقرة خبايا عشان ما أجي في نفس موقف سيف
ولا اجي في نفس موقف نايف ثامر عشان ما يجي يخسر. ايه الفقره نسبه المكسب فيها 30% اقل من 30 ايه. ونسبه اللي بيخصمون مني 30 الى 20 يعني زي الكرت اللي طلع المناحي وصفر الارصده في نص الفقره. انا ما عندي مشكله، انا عتبي على التواصل بشكل مباشر. سعد عنده مشكله في التواصل مع الكنترول بشكل جاد وحازم. تواصل مع الكنترول اول ما يدخل متسابق. عزيزي هذا كان عندكم ولا لا؟ انتهى الموضوع. اذا قال كان عندنا خلاص يتفضل، لكن مساله ان خلي الموضوع فضفاض ثم اذا جاء تفاقمت مشكله وكبرت كره الثلج قلت صار عندكم ولا ما صار عندكم عشان نحل المشكله. هذا الاشكال اللي عند سعد فقط لا غير. المساله الاساسيه اللي ارى انه مثلا اعتب برضو عليه فيها عدم انضباطيه من الشباب في الفقره، وهو اشتكى من التغشيش وقال شباب ما ودي اتخذ اسلوب اخر معكم، مساله انه يكون حاد في مساله التغشيش. انا بعض الاحيان الاحظ انكم تحاولون تغشون، يعني حشر يساله يقول كذا يعني وش ناظر يا حشر؟ تناظر في عدد الكراسي، ناظر في زلف واحد متسابقين، وش ناظر؟ فهمني. انا مع انه يحط، شوف انا قاعد التفت في كاميرا ورا صح؟ في كاميرا هنا هذه، عطنا الكاميرا هذه يا باضه اللي على المسرح. إيه عطنا الكاميرا حل سريع، نعطيكم حل سريع. عطنا الكاميرا هذه يا باضه بعد اذنك اللي في كاميرا اي هذه. المتسابق المفروض يوقف هنا وظهر للمتسابقين وانتهى الموضوع خلاص. حلت هذا يعني ارفعها فوق وتوضح عليهم خلاص. هنا المتسابق ظهره للمتسابقين ووجه لسعد، ما يجي هنا بمكانك عشان ما يلتفت، يجي هنا وظهر للمتسابقين. انت مسألة الغش 100 و108 ما عاد في غش خلاص. لكن انك ما ادري الفقره صراحه يا ابو البراء تحتاج ترتيب، تحتاج ترتيب فقط ترتيب. بس فكرتها حلو بس تحتاج ترتيب. نايف شكرا لك، الله يعطيك العافيه. الله يطول عمرك. رساله لابو سلطان، يعني بما ان ابو سلطان سريع تجاوب في تويتر ما شاء الله تبارك الله وتم وابشر في تويتر عاجله الان.